اعزائي صباح الخير عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ ومعانا الفولد الجيل الثالث من شركه شاومي. شاومي اعلنت عن الميكس الفولد 3 الجديد، تليفون كده جاي حاجه بريميوم كده، حاجه حلوه، حاجه بصراحه تحب ان انت تشوفها وتجربها بنفسك. الديزاين تحفه، التصميم تحفه، حتى مواد الماتيريال تحفه. الهنش اللي بيقولوا عليها او المفصلات بتاعه التليفون ده جايه من التيتانيوم او الفولاذ، روعه وتحفه، وتخليك تشتغل بالتليفون ده او يشتغل التليفون ده قفل وفتح اكتر من 250 الف مره. ارقام غريبه كده شاومي بتديها لنا. ده الثمن بقى، شوف بقى الفلوس بقى قصاد الكلام ده كام. مش هتلاقي بقى او هتفاجئ بسعر فعلا في نهايه الحلقه دي بالتليفون ده. شاومي بتقدم لنا فولد الجيل الثالث او الميكس فولد 3 في ثوبه الجديد، شكل وتصميم وروعه وحاجات كتيره جدا هنتكلم عنها النهارده في الحلقه بتاعتنا. عشان كده تابع الحلقه دي لغايه اخرها وقول لنا رايك فيها ايه. هنشوف قوه الشاشه، البطاريه، الشحن السريع، الرامات، كله لاخره، والكاميرات كمان ما تنسوهاش. وفي اخر الحلقه بنقول سعرنا زي ما انتم عارفين في كل حلقه وزي ما انتم متعودين مننا في كل حلقه. يلا مع بعض نستعرض التليفون الفولدبل الروعه اللي من شركه شاومي، ونشوف سلبياته وايجابياته، ونقف على نقاط الضعف بتاعته والقوه، ونشوفه تعرف تشتريه او تقدر تشتريه او عايز تشتريه السنه دي ولا تكبر دماغك منه. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده من شركه شاومي، وهو الشاومي الفولد الميكس او الميكس فولد 3 الجديد. ده برنامجكم او قناتكم ثاندر ليجند، وانا اخوكم اشرف عرفان. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. اسمحوا لي النهارده بس الحلقه هتبقى طويله، وعشان كده كانت المقدمه طويله شويه، لان بصراحه الميكس فولد 3 اللي نازل من شاومي او الجيل الثالث من الفولد اللي نازل من شاومي بصراحه نازل بامكانيات تحفه وروعه، وعشان كده لازم ياخد حقها بالظبط او تاخد حقها في الحلقه. وطبعا مش هقدر اعمل مقارنه طبعا بينها وبين التو الا لو حضراتكم طبعا عايزين وتحت امركم، عشان طبعا طول الحلقه او مدتها ما تطولش مننا قوي. التليفون هينزل بصراحه ان شاء الله باذن الله وهيتوفر في السوق. معرفش طبعا اذا كان هينزل في مصر ولا لا، ولكن نازل بامكانيات جباره جدا وسعر على قد الايد، او مش هنقول على قد الايد، يعني هو غالي طبعا، ولكن يكفي ان هو اقل من كل الفولدز الموجوده في السوق حاليا. قبل ما نبتدي نستعرض، مش هنسى كل مره واوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوش هيجيبكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نراجع التليفون الفولد اللي معانا النهارده من شركه شاومي، وهو شاومي الميكس فولد 3 الجديد. يلا بينا. التليفون هيبقى من الوش بتاعه هو طبعا مفتوح او انفولد، يعني هيبقى كله شاشه طبعا، من الظهر مقسوم طبعا نصين، النص اللي هو الشاشه الخارجيه وفيها الكاميرا السيلفي عباره عن هون بانش في المنتصف في الاعلى، والجزء الشمال هيبقى الظهر الباك، وهو طبعا نازل بنوعين وهنشرحهم طبعا بالتفصيل لما نيجي ساعتها. ولكن من الاعلى خالص هتلاقوا فيه بروز شويه عباره عن مستطيل، في اربع كاميرات، وعلى يمين الاربع كاميرات هتلاقوا فيه كلمه لايكا او نوع الكاميرات، يعني اسمها الشركه اللي هي مصممه الكاميرات وبتطعمه او بتدعم التليفون نفسه او الشركه. ومن الاسفل اسفل الكلمه هتلاقوا فيه الفلاش الموجود بتاعها. في الاسفل خالص التليفون كلمه شاومي بالعرض مكتوبه في اسفل التليفون. الفريم بتاع التليفون صغير جدا، البيزلز قليله زي ما انتم شايفين في الصور. التليفون اعلن عنه في 14 اوغست او 14/8/2023، اتطرح في البيع بنفس اليوم بالظبط. ابعاد التليفون في حاله الانفولد بيبقى 161.2 في 143.3 في 5.3 ملم، اما في حاله الفولد او التطبيق بيبقى 161.2 في 73.5 في 10.9 ملم. على فكره هو رقيق جدا جدا جدا. التليفون بينزل بنوعين من الوزن، اما 255 جرام ده اللي هو ظهره البلاستيك العادي، اما ال 259 جرام اللي هو بيبقى ارمد فايبر او اللي هو بيبقى ظهره فايبر يعني. التليفون بيبقى طبقه الحمايه بتاعته هتبقى من نوع
الجوريلا جلاس الفيكتس 2. الفريم هيبقى من الالومنيوم، والظهر هيبقى من الازاز. التليفون الهنش بتاعه او المفصلات بتاعته بيقولوا عليها ان هي من الالومنيوم، انا كنت قلت في التيتانيوم في المقدمه، لكن هي طلعت من الالومنيوم، وبتستحمل بصراحه الطي اكتر من 250 الف مره. والظهر على فكره بينزل اما من الازاز او من الارميد فايبر المعروف عليه. تليفون جاهز ان هو ياخد شريحتين من نوع النانو، ولكن بالنسبه لاستعلام استعمال القلم حتى الان مش منوهين على الحته دي، بعكس السامسونج جالاكسي والاونر، الاتنين دول هما اللي نزلوا ونوهوا عليهم ان هما بيستخدموا القلم في التليفون. نيجي بالنسبه بقى للشاشه، في حاله الفولدبل من النوع ال تي بي او اوليد بلس مليار لون، الريفريش ريت او التردد بيوصل ل 120 هرتز، والنتس بيوصل ل 1300 نتس، بيدعم الاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن، اقوى شاشه تقريبا فولد حتى الان في الامكانيات بتاعتها. مساحه الشاشه دي 5.03 انش، كبيره جدا، بقوه استحواذ 89.4%. بي ريزوليوشن شاشه 1916 في 2160 بكسل، بقوه بكسلات 360 بكسل لكل انش. اما بالنسبه للشاشه الخارجيه اللي هي الكفر، من نوع الاموليد 120 هرتز، ريفريش بتاعها مليار لون، بيدعم ال HDR 10 بلس ودولبي فيجن، والنتس بيوصل ل 2600 نتس، قوه اضاءه بشعه قويه جدا. مساحه الشاشه بصراحه 6.56 انش، بقوه استحواذ تقريبا بنوصل ل 91%. بريزوليوشن شاشه 1080 في 2520 بكسل، بسبكت ريشيو 21 ل 9، بطبعا طبقه حمايه داخليه وخارجيه من نوع الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس 2. قوي، لا بصراحه هي قويه جدا، وكثافه بكسلات عاليه جدا بصراحه، شاشه روعه. التليفون بينزل باندرويد 13 بالواجهه الام اي يو اي بتاعت الفولد ال 14. اما بالنسبه بروسيسور او المعالج، فمن نوع الكوالكوم السناب دراجون 8 الجيل الثاني 4 نانومتر، وده على فكره اوكتا كور او 8 انويه. النواه الرئيسيه بتاعته بقوه 3.36 جيجا هرتز كورتكس اكس 3، اما النواتين المتوسطين بقوه 2.8 جيجا هرتز كورتكس اي 712، والنواتين التانيين بقوه 2.8 جيجا هرتز كورتكس اي 710. اما الثلاث انويه الموفره للطاقه فهي بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 510. توليفه الروعه دي بيدعمها جي بي او 1600 من نوع الادرينو 740. التليفون ما بياخدش كارت ميموري، ولكن بينزل اما بذاكره 256 جيجا بايت او 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت من النوع اليو اف اس الحديثه ال 4.0. الرامات بتنزل اما 12 جيجا بايت رام مع ال 256 او 16 جيجا بايت رام مع ال 512 او ال 1 تيرا بايت. الكاميرات بقى الخلفيه اربع كاميرات تريبل روعه. الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 بتدعم البي دي اف والتثبيت البصري للاو اي اس. الكاميرا التليفوتو 10 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0 دي بتدعم بي دي اف والتثبيت البصري للاو اي اس، واوبتيكال زوم 3.2 اكس. والكاميرا التليفوتو الثانيه 10 ميجا بكسل برضه فتحه عدسه 2.9 برضه بتدعم البي دي اف والاو اي اس و5 اكس اوبتيكال زوم. اما الالترا وايد او العريضه قوي فهي 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 بتدعم الاوتو فوكس، وهم كلهم مدعمين على فكره من شركه لايكا، وبتستخدمهم او بيستخدم الكاميرات بتاعتهم او يعني العدسات من الشركه نفسها، فبتدي درجه نقاء وقوه في الصوره. التوليفه الروعه دي بيدعمها ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، والفيديو بيوصل تصوير ل 8 كي بفريم 24 بير سكند، وال 4 كي بفريمات 24 و30 و60 فريم بير سكند. الكاميرا الاماميه بقى او السيلفي عامه سواء الداخليه والخارجيه، لهوات التصوير والروعه 20 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.9 ودي بتدعم بي دي اف وبتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. الفيديو بيوصل تصوير 1080 بفريم 30 و60 فريم بير سكند، لهوات طبعا السوشيال ميديا وتصوير المحتويات. السماعات من الاسفل من الاعلى فهي ستيريو سبيكر، ومفيش مكان لتركيب الجاك 3.5، ومدعمه على فكره من شركه هارمن كاردون العريقه بتاعه السماعات، او اللي هي مسؤوله عن الصوتيات الروعه بتاعتها. وحدات الكوميونيكيشن الواي فاي باحدث حاجه نازل 6 اي و7 وديول باند، اسف تراي باند، البلوتوث 5.3، الجي بي اس تراي باند، الان اف سي موجود، الانفراريد موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع التايب سي 3.2 ودعم الاوتو جي. البصمه جانبيه في زر الباور، وموجود جميع السنسورز موجوده في جميع التليفونات. البطاريه من نوع الليثيوم 4800 ملي امبير، نازل معاها شاحن سريع 67 وات.
بنظام الباور ديليفري 3.0 والكويك تشارج 4 بيشحن 100% في 40 دقيقة. الوايرلس او الشحن اللاسلكي 50 واط بيشحن 100% في 55 دقيقة، ودي حاجة روعة. التليفون بينزل منه اما البلاك او الجولد. سعر وقت تصوير الحلقة دي 1150 يورو، يعني تقريبا بنتكلم بالمصري ب 40,000 جنيه وقت تصوير الحلقة، في حين ان جميع الفولدبل اللي احنا عارفينها بتنزل من 50 وانت طالع. فطبعا يعتبر سعر قليل جدا على الفولد دوت قصاد المنافسين بتوعه. مش عايز اطول عليكم الحلقه عشان هي فعلا طولت، بس مرحب جدا بالاستفسار في اي وقت. مش هنزل كل مره افكر حضراتكم ما تنسوش السبسكرايب اللايك الشير في كل مجال كومنتس، وارد حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم انفعلوا عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خش خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام.